السلام عليكم. وعليكم السلام. عادل هات لنا مسحوق غسيل اوتوماتيك. هات لنا برضو يا ماما. هات هات هات، كله يقول لي هات، مفيش حد ابدا يقول لي خد. خد يا ابي، ادفع بقى فاتوره النت دي. ايه ده 350 جنيه فاتوره النت؟ ايه ده كله ده؟ ايه ده كله؟ انت بتعملي داونلود؟ ايه داونلود زياده طبعا. ايه يا ابي، انا بقعد اعمل سيرش على النت وبعمل شغل كمان. شغل؟ اه يبقى انت بتشتغليني يا نجلاء. يا ابي ايه اللي بتقوله ده؟ ده شغل انترناشونال. لا انترناشونال ولا انتر ميلانو، من النهارده انا هلغي النت ده خالص. يا بيبي يا حبيبي، الانترنت اصبح ثوره معلوماتيه بحته في العالم. لا يا رانيا، عادل عنده حق، البنت ملهاش الا جوزها. اه يا ماما ربنا يخليكي ليا، فعلا البنت ملهاش الا جوزها. مش عارف ايه المثل ده لكن زي بعضه يعني. عموما انت اهم حاجه ان انت تركزي في مذاكرتك وتبطلي الهبل اللي بتعمليه ده. هبل بقى انا قعدتي على النت يا بيبي بتسميها هبل؟ هبل بالاضافه لكده عبط كمان. ماشي ماشي يا بيبي، بكره تعرف بقيمه اللي انا بعمله. ولا بكره ولا بعد، وادي اليو اس بي اس بي ده اللي انت قرفانه بيه، خلاص من النهارده مفيش نت خلاص. يا بيبي لو سمحت ما تبقاش غوغائي في حل المشكلات، بطل الكلام ده واتكلم من منطلق الهدوء المطلق. ده على اساس ان انا ناقص يعني ناقص افتئات. ايه ترشان مش سامع الجرس الباب؟ افتي حشينات خالص تسيبل. مساء الخير. مساء النور. حضرتك الانسه نجلاء؟ تريجونتي شاول. ايوه انا الانسه. لا انا الانسه مامتها. انسه ومامتها ازاي يعني؟ سحر؟ خير حضرتك؟ اكيد نجلاء عملت مصيبه تانية. دي فاتوره من الفواتير بتاعتها ولا ايه؟ فاتوره ايه يا استاذ؟ ده الجواب جاي من بلاد بيا. جاي من بلاد بيا وانت جايبهولنا هنا على جوه؟ متشكرين قوي يا سيدي. مبيوك. الله يبارك فيك. متشكرين. دعم جايلك من اوروبا؟ ايه هتعملي بطاقه تموين في اوروبا ولا ايه؟ تموين ايه يا ابي؟ الدعم ده جايلي من اكبر مؤسسه لرعايه الاطفال المتشردين في اوروبا. معقوله هنسيب الاطفال المتشردين اللي في مصر ونروح نرعى اطفال متشردين في اوروبا؟ لا طبعا يا ابي، الدعم ده جاي لاطفال مصر. انت عارف الدعم ده بكام؟ هيكون بكام يعني؟ بنص مليون دولار. واو برافو. تعالي تعالي عشان اقول نص مليون دولار. دول يجيبوا كام ازازه؟